يوجد بعض الرجال يقولون لنا قولوا لا إله إلا الله تدخل الجنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قولا بلا عمل فقط، فهل هم على صواب؟ أفيدونا وانصحونا في هذا. مأجورين، ليسوا على صواب، فإن المراد كقول لا إله إلا الله أن يقولها الإنسان بلسانه معتقدا مثيلها بقلبه عاملا بمقتضاها. ولهذا لو قال الإنسان لا إله إلا الله وجحد ولو حرفا واحدا من القرآن كان كافرا ولم تفعه لا إله إلا الله. ومن قال لا إله إلا الله وترك الصلاة مثلا كان كافرا ولم تنفعه لا إله إلا الله. لكن من قال لا إله إلا الله وكانت آخر كلامه فإنه سيقولها مخلصا لله بها، وهو في هذه الحال لا يستطيع أن يعمل سوى أكثر من ذلك، فتكون مدخلة له الجنة.